السلام عليكم. اليوم نروح لولايه عسكيكده وبالضبط في بلديه مرسى بن مهيدي وعلي نقف على الاشغال تاع المحطه الجديده لتحليه مياه البحر واللي الان راهي تعمل بطاقه انتاجيه تاع 10,000 متر مكعب يوميا واللي هذه الطاقه سوف تتطور الى 100,000 متر مكعب يوميا في الأشهر القادمة. وكذلك للعلم أن هذه الطاقة سوف تمول منطقة صناعية تاع سكيكتا وكذلك بنسبة 50% من مجموع الإنتاج تاع هذه الطاقة، وال 50% الآخر يروح لتمويل الأحياء السكنية والبلديات المجاورة للمحطة. وللعلم فيه محطة أخرى سوف تنجز في بالقرب من القل، إذن بطاقة إنتاجية تاع 300 متر مكعب يوميا واللي سوف تمول هذه المحطة الكبيرة تاع 300,000 متر مكعب، سوف تمول كل البلديات على امتداد 150 كيلومتر على بعد من الساحل إذا نحو البلدية الداخلية. إذا هذا هو البرنامج تاع توفير مياه الشروب في منطقة سكيدة وما جاورها. نترككم تتابعون الفيديو عن هذا الموضوع والسلام عليكم. البحر ببلدية المرسى بن مهيدي ولاية سكيدة وضعت حيز الخدمة شهر مارس الفارط، قدرتها 5,000 متر مكعب في اليوم، ويتزود منها سكان المرسى وشطايبي بالماء الشارب. الإجراء يتم عن طريق ضخ مياه البحر المقدرة ب 11,000 متر مكعب يوميا. تتم معالجة 45% منها، يتم فيها فصل الأملاح ثم نضيف عناصر معدنية. من دنات ستاسيون تاع تحليل المياه هذه الحمد لله مواطن كل عاد الماء ماشي 24 فهمتي، عاد في الليل ماشي في النهار ماشي الحمد لله. كنا في ازمه كما يقولوا دونك من دنا ستاسيون ديال الحمد لله يسيبوه عمر انتشبع عمر انتشبع. ومن اجل مواجهه النقص في المياه استفادت الولايه من محطتين اخريتين ستنطلق الاشغال بهما قريبا، الاولى بقدره 100,000 متر مكعب والثانية بقدرة 300,000 متر مكعب. محطة تحلية مياه البحر بسكيكدا في المنطقة الصناعية بقدرة إنتاج 100,000 متر مكعب موجهة المياه الصناعية ومياه صالحة للشرب، 50,000 متر مكعب مياه صناعية و 50,000 متر مكعب مياه صالحة للشرب. هناك محطة أخرى تم اختيار الأرضية بالقل منطقة بني سعيد بقدرة إنتاج 300,000 متر مكعب، ستو ميغا ستاسيون 300,000 متر مكعب في اليوم تزود حتى 150 كيلومتر نحو المنطقة الداخلية. هذه المشاريع تأتي تجسيدا لاستراتيجية الدولة لتلبية الطلب المتزايد على الماء.